في ظل ظروف حريصون كل الحرص أن نحدد معالم سياستنا وأن نؤكد على مواقفنا على الأصعدة كافة. دعيتم لنطلعكم على مجريات حدث سمعتموه جميعا، إنه حدث سيجري على أرض شقيقتنا الكبرى مصر، وهذا يستوجب منا أن تكون لنا رسالة واضحة بادئة ذي بدء. إن الذين يعتقدون أن هناك بعض الشوائب التي تشوب علاقاتنا مع شقيقتنا الكبرى مصر فهم واهمون. علاقتنا تاريخية ثابتة لا تتزعزع، سواء كانت بين قادتنا السياسيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس شرعيتنا الفلسطينية، رئيس الدولة، رئيس السلطة، رئيس المنظمة، رئيس حركة فتح، وبشقيقه الكبير رئيس الجمهورية، جمهورية مصر العربية الشقيقة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. لقد كان لهما لقاء، هذا اللقاء جمع بينهما أثناء وعلى هامش مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة كان بينهما حديث واضح وصريح، وكانت رسالة الرئيس المصري واضحة: يا أبا مازن، أنت رئيس الشرعية الفلسطينية، لا نتعامل مع سواك. ثمن الرئيس الفلسطيني هذا الموقف. هذه هي مصر التي أطلت علينا منذ قبل نكبتنا الأولى بجيشها، بقياداتها العسكرية، بدماء شهدائها الذين رووا أرض فلسطين